بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوم يا خامس رح ناخد تراكيب والأساليب اللغوية. في البداية بدنا نعمل مراجعة اللي هي مراجعة ضمائر الرفع المنفصلة والنكرة والمعرفة وحروف الجر. هذه القواعد التي تم شرحها سابقا في الحصص السابقة. املأ الفراغ يا خامس في ضمير الرفع المنفصل المناسب مما بين القوسين. عندنا الفراغ نكرم آباؤنا، نحن نكرم آباءنا، ولا أنا نكرم آباءنا، ولا أنت نكرم آباءنا. نختار الإجابة الصحيحة نحن نكرم آباءنا. خاطب زيد صديقه بقوله هما متفقان، ولا أنتما متفقان، ولا نحن متفقان. نحن متفقان. طيب جيم، أنتم تحسنون تلاوة القرآن الكريم، ولا هن تحسنون، ولا أنتم، ولا أنتن تحسنون. لا، إذن أنتم تحسنون تلاوة القرآن الكريم. يجدن طهي الطعام، أنتن ولا هن؟ هن يجدن، هن يجدن. تجيدين إلقاء الشعر، نحن تجيدين إلقاء الشعر، ولا هي تجيدين؟ أنت تجيدين. طيب ننتقل إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني بين نوع الكلمة التي تحتها خط معرفة أم نكرة. لا يكلف، قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نفسا هنا نكرة. قرأت كتابا مفيدا، برضو نكرة. صنعاء عاصمة اليمن، صنعاء اسم إيش؟ اسم، إذن معرفة. يساعد باسل أمه في أعمال البيت، باسل وأمه، باسل والبيت أيضا معرفة. حضر إلى المدرسة طالبة جديدة، طالبة نكرة، أي طالبة؟ أنا لا أعرف. تؤدي فاطمة الصلاة، معرفة، معرفة بأل التعريف. تمام؟ ننتقل إلى السؤال الثالث. اقرأ النص الآتي ثم استخرج منه حروف الجر والاسم المجرور. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا كان في القضاء، في حرف جر والقضاء اسم مجرور، خمس خصال فقد كمل علم بما، بما الباء حرف جر والماء اسم موصول مبني في محل جر، كان قبله ونزاهته عن الطمع، عن حرف جر والطمع اسم مجرور، وحلم على الخصم، على أيضا حرف جر واسم مجرور، واقتداء بالأئمة، الباء حرف جر والأئمة اسم مجرور بالكسرة، ومشاورة أهل العلم والرأي. لا، إذن هيك بنكون أنهينا التراكيب والأساليب اللغوية. وفقكم الله يا خامس ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.